ما أبي أحفظهم هجومية عن كل دفاعية. هذا ينبغي الأخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات يتفتون. النبي صلى الله عليه وآله كان يدافع، ما كان يحجر. بهذا بدر، وين بدر؟ بدر أعمار ضرب المدينة. أحد وين؟ أحد جبل في المدينة. الخندق وين؟ خندق محفور على المدينة. يعني إذا هم جايين من مكة قاصدين حرب رسول الله صلى الله عليه وآله، وبمجرد أن دعوا للصلح النبي قبل الصلح واعتبر فتح، وأنزل الله سورة فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح المبين ليس فتح مكة، فتح مكة قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذه فتح مكة. أما فتح صلح الحديبية وتسالم القلوب واقتراب الآراء والاتحاد على التقوى وكونهم أمة إسلامية واحدة ذات رسالة خالدة، هذا حصل في إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. هذا هو الفتح. لذلك إذا تذكرون مجلسنا البارحة، الإمام الحسن فتح الشام بدون قتال، كما اليوم إسرائيل تفتح البلاد العربية بدون قتال. الآن تجد إسرائيل موجودة في البلاد العربية ثقافيا وصناعيا. في العراق نحن نستعمل منتوجات إسرائيلية، بس شنو؟ تجي من الشمال هم خموشة ما يطبعون عليها نجمة داود بدون نجمة. قالوا أنت أسأل الأخوة اللي بالشمال أو الأخوة اللي بالجنوب برا العراق من الخليج، هذا منين أجى؟ نحن ما نصنع هذا التصنيع، هذا كله من إسرائيل. بما في أن أسند الأسئلة الكيميائية، صناعات جلدية، صناعات تريكو، كله من إسرائيل يجي. بل حتى برتقال يجينا، برتقال إسرائيلي، يعني برتقال فلسطين. هؤلاء فتحوا البلاد بدون قتال، حتى انهم صارت دعوه في بلد اسلامي، مو اذكر لك اسمها، الدعوه استوعبت البرتقال، يعني البرتقال الموجود في السوق نفذ من نوعيه جيده، فاتصلوا ببلد اخر يعطيهم من نفس النوعيه، قالوا يوجد عندنا فقط برتقال اسرائيلي، تبدون نشحن لكم اياه؟ قالوا نعم اشحنوا، فجلس العمال يرفعون اللاصق الاسرائيلي ويضعون لاصق اسلامي. فذاك مكتوب عليه جافا او ريافا، جافا برتقال جافا برتقال، وكانوا يخلون عليه العلامه. اسرائيل الان اقتحمت علينا ثقافيا، وأعدامنا يتحركون ثقافيا. من أول البحر أوباما مسوي إفطار في البيت الأبيض. فنحن وأي واحد يرفع السلاح خصوصا في هذا اليوم، نحن أحوج ما نكون للطريقة الحسنية بمواجهة الأعداء وفهم أوضاعنا، أحوج ما نكون. لماذا؟ لأن العالم يقول بس بمجرد أن ترفع السلاح تدافع عن نفسك. يقول عنك أنك إرهابي. أنا أذكر لك حادثة سمعت الشيخ يمكن هو كان ذكرها أو كان فيها بصورة ما. إحنا زارنا مرة الرئيس العراقي جلال الطالماني في سوريا، بس قلنا له سولف لنا من هاي السياسيات اللي بحثها خليجية. حدثنا قال إحنا رفعنا قضية أيام اللي كان قصف على الشمال وحرب وكذا، قال رفعناها إلى فرنسا فسووا لنا أبوينتمنت لقاء ويا الرئيس في وقتها ميتران جان. قال الرئيس انا استقبل وسمع لهم كذا، قال جيد التفاصيل مو عندي، التفاصيل هم مستشاري السياسي لشؤون شمال العراق، يعني تحديدا هذا هو كان متخصص. يقول جلست في قاعه وقالوا الان يجي، يقول اجت الرجال كبير شايف اجي سلم بعد، قال لي انت عندك يعني هذا الخصوص مشكله في التعاركات. يقول قلت له احنا مظلومين، احنا مضطهدين، احنا محاربين، احنا كذا، فصلت له القتال اللي صار كذا. قال لا بس، يقول اشهد لي شو اسمه ان يجيبوا له بالكمبيوتر. يقول اجى واحد يدفع الكمبيوتر على عربه، جابه خلاه قدامه فهو ضرب ارقام وكذا، قال طلع
الكمبيوتر وأنا أخطب برشاشة. يعني شايل الرشاشة وأخطب هو نفس جلال القمر. قال هذا مو أنت؟ قلت له إيه. قال هذا شنو بيدك؟ قلت له رشاشة كلاشنكوف. قال إذا أنت تعبان أنا أفسكم. قلت له أنت تعبان طبعا قال لي مو مظلوم اللي مظلوم اللي ما يقدر يدافع عن نفسه. طبعا هذا الكلام هو ما راح يقدم مساعدة يمكن كما ينبغي ولكن أعلم بأنه بمجرد أنت أي عمل تسوي ما دام عدوك بيد الإعلام وبيد السلاح وبيد المال بيد القرار السياسي لا تنسى لأن أربع أمور بيد عدوك فما ممكن أنت لو حب عمل تعمل لها قربة فينبغي ترجع لسفينة النجاة محمد وآل محمد والحسن يهمنا في هذا الموضوع بدرجة كبيرة ندرس من جديد الحسن، سياسة الحسن، تفكير الإمام الحسن، تعاون مع هؤلاء الأجداد الأصلاف الذين قالت عنهم زينب واحد فيكم إلا الصنف النطف والصدر الشنف وملق الإمام وغمز الأعداء أو كمرعى على دبنه أو كفضة على ملحوده، يعني ما ممكن أن تتعامل وياه أصلاً إلا أن تستعمل ما ذهب إليه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله لنا ولكم العافية وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم ومن يلوذ بكم بألف خير.